بصح وشكون هي اللي راسخه في ذهن ياسر؟ اللي هو العربي بن مهيدي. علاه العربي بن مهيدي؟ لانه من صغرنا قرينا هذيك القصيده نتاع مفدي زكريا، قام يختالك المسيح وإذا يتهادى نشوان يتلو النشيد الى اخره. فهذيك القصيده تعطينا واحد الصوره جد رائعه على العربي بن مهيدي، هذا البطل اللي تمنى العدو وقال واعترف انه لو كانت له ثله من امثال العربي بن مهيدي لفتح العالم. العربي بن مهيدي وحده تقريبا راها رمز وراها مفخره من عياو الكلمات، كل حروف الابجديه ما تكفيناش باش نتكلموا على العربي بن مهيدي وعلى مفجري الثوره ككل. يعني ما احنا مناش في المقام اللي باش نخيروا واحد على واحد، بصح هذا بكل صراحه مخلي فيا واحد الاثر، واحد الاثر كبير جدا جدا جدا، لانه اعترف به العدو قبل الصديق. عندنا كما يقول لك مليون ونصف مليون شهيد لن نفرق بين احد منهم، الله يرحمهم الجميع ان شاء الله. وكما يقول لك خويا من بينهم سي طيب الوطني محمد بوضياف الله يرحمه، محمد بوخروبا رئيس هواري بومدي الله يرحمه، عميروش، حسيبه بن بوعلي، زيغود يوسف. يعني كما يقول لك ما كما يقول لك هذا البلاد ولاده، ولكن كما يقول لك ما احوجنا الى معرفه التاريخ تاع الشهداء والمجاهدين. ما كما يقول لك احنا فقد ما نعرفوش الثقه كما يقول لك القيمه تاعهم. لو كان نعرفوا القيمه تاعهم يعني كما يقول لك الجزائر غاليه بزاف، غاليه غاليه بزاف بزاف، يعني فيها رجال الله يبارك ومازال كاين فيها الرجال. يعجبني عربي بن مهيدي. احكي لنا على العربي بن مهيدي. هو مجاهد ثوري ولد عام 1923، انضم صفوف الخشبه الاسلاميه الجزائريه عام 1939، ومن بعد ولا قائد في الخشبه الاسلاميه. هو مع الاول كان متربى في عائله فقيره، بعد انتقل الى قريه اخرى بعيدا عن الاستعمار. اي كان في الجزائر وتفجرت اول رصاصه في الاورياس. اي يا ثورية نحبهم كامل باسكو كامل شاركوا في الثورة وكامل تعذبوا وكامل شافوا الويل وكامل ما تقدرش تخير واحد على واحد، كل واحد قلبه كان محروق على الحرية، والحمد لله جابوا لنا الحرية وإن شاء الله نزيدوا نقعدوا هكا طول حياتنا أحرار. اللي يحبوه بزاف علي لابوانت، علي لابوانت و بزاف بزاف قعد سورتو كي صافي طردقوهم هي هو وحاسب بن بوعلي، صافي قعدوا بزاف في الذاكره ما يتنساوش. اللي ماتوا في الغياب ماتوا شويه بصح، وما هادو ماتوا كاع يخضروا فيهم وماتوا على هذيك اللي ما يتنساوش. هيك شخصية ثورية، كاين شخصية علي لابوانت اللي شفناها في معركة الجزائر، يعني وين بين مشهد بطولي حقيقة، يمثل الثوار، يمثل الشعب الجزائري الثائر. يعني شخصية ما شاء الله، وين يعني الشعب الجزائري كاع يعني منبهر بها، حتى انه في كل مرة نبقاو متشوقين نشاهدوا فيلم معركة الجزائر هكذا، يعني وانا معجب به الى حد كبير. ان شاء الله انا ماذا بيا بني تكون عنده شخصية تاع علي لابوانت، سيرتو من حيث الصمود نتاعو، من حيث القوة الشخصية نتاعو، يعني ونوقف في وجه الاستعمار ماذا بنا ان شاء الله، سواء بني ولا الجيل الصاعد هذا ان شاء الله، نتمنى له ان شاء الله يكون في مستوى الشخصية تاع علي لابوانت ان شاء الله. قرينا من بكري وحنا نقراو على شهداء الثورة الجزائرية، سواء شهداء مرتبطين بفترة معينة كما حنا في المناهج القديمة نقراو شهداء مارس مثلا، العرب بن مهيدي، سي الحواس، عميروش، فلان إلى آخره. هادو قلت لك بقاو وقعدوا لينا هنا، لذلك المناهج التربويه لازم تركز، لانه حنا جيل قرينا هاد الامور وقعدت هنا. لاني انا العربي بن مهيدي ماشي قريته كثقافه ولا، بدا من الاساس من المنهج الدراسي، ومن بعد توسعنا في الدراسه وعرفنا ياسر امور. الشباب والمواطنين الجزائريين حافظوا على هاد الامانه، حافظوا على هاد الامانه اللي خلوها لينا الشهداء. الحمد لله على الامن الامان، نتمناو الاستقرار الازدهار، نتمناو الشعب هذا كامل يكون يد واحده، ما يفرقوا ولا شيء، ولا فتنه ولا اي شيء يدخل في وسطه باش يفرق هذا الشعب، لانه الاساس في الوحده، لانه الثوره اجتمعت كاع الاطياف المتفرقه اجتمعوا كاع باش قدروا يفجروا الثوره، لانه ما دمنا متحدين فنحن اقوياء. بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ضنوا علي كرام، الجزائر أولا وقبل كل شيء،
ونقول للمستعمر الفرنسي أنه الشهداء أنجبوا شهداء، الشهداء يعني مجاهدين الأفذاذ الأقوياء، أنجبوا جيل صح حنا راه يبان لينا نقولوا فيه استهتار وشباب وكذا، ولكن وقت الصح تبان لك الطينه نتاع طينه الكبار نتاع هذا الشعب، هذا الشعب الجزائري القوي الباسل المغوار وكاع الكلمات اللي تعبر على هذا المعنى ككل. اليوم انا عندي اليوم راني في عمري 67 سنه، راني بنت الثوره 54، كل عام نجي هنا نحتفل والحمد لله. حروا البلاد نهضر عليها كلها نحب، كلها مع بابا، كلها وليدية، كلهم بابا معاهم، كل بولعيد بابا، بابا يوسف بوجرود بابا، كلها باب، كلها وليدي. وبيف بو مدين راهو خوه، بارك الله في العائلة أبو مدين، خوه في 56 سعيد بو مدين، سعيد بو خروبة جاب لي الفيزا درت الحجة كي جاني نبكي، جاب لي درت حجة 2009 جاب لي الفيزا للدار. نعم الناس زيغود يوسف خاف بزاف معارك ودافع علينا، خاف بزاف معارك واللي نساهموا باش نجعلوا الجزائر أفضل مكان للعيش ونضحوا على جالها تستحق التضحية، نضحوا على جالها. قدوة زعما نقولوا مصطفى بن بولعيد أحد الثوار، كان الشبة، كان المنطقة الخامسة أوريس، كان مفجر من مفجري الثورة، ضحى بنفسه، ضحى سمح في ولاده، سمح في داره، سمح قبلوا شذ اللي كانوا فيه، هو اللي شغل ملحم الثورة. سومر هي اللي بزاف، هي اللي ماشي ضحات، كانت كما نقولوا قدوة، كانت قدوة واسا كما نقولوا في كي الرجال، لبست البرنوس ودات العواد وشدت الجيش باش حاربت الاستعمار، ولا بخوف بدات صغيرة على هذيك اللي ما تتنساش تبقى في الذاكرة. لو كان ما حاربتش وكامل الاستعمار ما حقتش عليها ودارها في الاقامه الجبريه وماتت صغيره. كيما يقول لك الرجال تاع الثوره يا اخي كاع ما تقدرش تفرق بيناتهم. يعني ماذا بينا احنا الاولاد تاعنا كيما يقول لك يدوا غير نسبه من الشهداء ولا الرجال الثوره، غير نسبه قليله برك. يا ريت الجزائر هذه كيما يقول ما احوجها الى الرجال كيما المجاهدين، ما احوجها الى الرجال. وهذه هي، بارك الله فيكم.